معنا موسى الجميل فأصدقائنا من ذوي الإرادة. أحد أصدقائنا من ذوي الإرادة أصيب بشلل الأطفال في أحد سكري تبناها بقوة إرادتها وعزيمتها تتغلب على أعاقتها على عكازين من المعلم تخطو خطوته استحق كل صعب تواجه الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وصرة. صديقتنا الجميلة بقوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تحويل الإعاقة لطاقة والياس الأمل والفشل لنجاح. كل يوم أصدقائنا من ذوي الإرادة بيورونا إزاي هما بقوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يتغلبوا على كل صعوبة.